عن الإمام الباقر عليه السلام قال: الدين هو الحب والحب هو الدين. يا قارئ الحب بالسبع القراءات اقرأ فؤادي وما تتلوه نبضاتي، يحكى بأنك أني هكذا بدأت ولن أقول ختاما يا حكاياتي، فتحت قلبك لي حتى تعلمني أن المحبة من أولى الفتوحات، وما تصوفت لكني إذا ذكرت عيناك أشعرها أصفى عباداتي، وظيفة القلب مذ أحببتك اختلفت، لقد تحول شطرا ملء أبياتي، ومن تميت ولكني نموت كما تنمو المعاناة، أو ومن تميت ولكني نموت كما تنمو المعاني بأرحام المعاناة، وما وقفت على الأبواب منتظرا منك العطايا ولا أسعى لحاجاتي، لكن وقفت على قلبي أصب له حقيقة الحب في كأس اعتقاداتي، للبعد بعد ولا في القرب لي سمة، فما يقاس الهوى عبر المسافات.